السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا صغاري، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا دوما بأفضل حال. أنا المعلمة رناد عبد الرحمن الطعيمي وزميلي محمد سننطلق سويا في رحلة ممتعة لنبحر في مادة لغتي ونتعلم القراءة بشكل صحيح، أيضا الكتابة بخط جميل، أيضا التحدث بطلاقة والاستماع والإنصات. هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا ننطلق. الصف الثالث الابتدائي، الفصل الدراسي الأول، المادة لغتي، موضوع الدرس النشيد يا بلادي. دائما وأبدا يا صغاري خير بداية نبدأها في أي عمل نقوم به هي اسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا يا صغاري غلاف المادة، يا ترى غلاف مادة ماذا؟ أحسنتم، غلاف مادة لغتي للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول. وهنا يا صغاري الفهرس، والمقصود بالفهرس هو دليل الكتاب، يا ترى ما فائدته؟ أحسنتم، أعرف عدد الوحدات الدراسية أيضا، أعرف أرقام الصفحات، أحسنتم أيضا، أعرف عناوين الوحدات وأيضا أعرف ألوانها الزاهية. الآن صغاري رائعين أريد منكم الانتقال إلى الوحدة الثانية، نبحث هنا الوحدة الثانية، هنا عنوان الوحدة ربوع من بلادي. ننتقل إلى مكون النشيد، هنا النشيد مباشرة أجد ماذا؟ أحسنتم، مباشرة أجد رقم الصفحة، إذن الفهرس يساعدني في الانتقال السريع بين صفحات الكتاب. صغاري الرائعين والمبدعين، هل الفهرس فقط موجود في لغتي؟ أحسنتم، بالطبع لا، يوجد في جميع الكتب، إما كتب دراسية أو كتب إثرائية، أيضا القصص والكتب التاريخية. هنا يا صغاري غلاف الوحدة، يا ترى ما لون وحدتنا؟ وقلنا سابقا أن لون الوحدة يأخذ جزء من الغلاف، ما لونها؟ أحسنتم يا رائعين، لونها أخضر كلون علم المملكة العربية السعودية، ورقمها؟ رقمها 2، إذن الوحدة الثانية، وعنوان الوحدة ربوع من بلادي، أحسنتم، ومجالها؟ مجالها وطني، إذن لونها أخضر، رقمها الوحدة الثانية، عنوان الوحدة ربوع من بلادي، ومجالها وطني. كما نلاحظ يا صغاري يوجد على غلاف الوحدة صورة لعلم ماذا؟ أحسنتم، لعلم المملكة العربية السعودية، كتبت عليه كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمدا رسول الله، والسيف الذي يدل على العدل والقوة. أحسنتم يا رائعين. وطني شجرة وارفة الظلال، نسقيها بالحب والعمل. أيضا كما نلاحظ يا صغاري على غلاف الوحدة يوجد العديد من صور مدن المملكة، هنا نلاحظ صورة ماذا؟ أحسنتم، الكعبة المشرفة في مدينة مكة المكرمة، أحسنتم، وهنا المدينة المنورة، أحسنتم، وهنا برجي الفيصلية والمملكة في مدينة الرياض، أحسنتم يا رائعين. إذن وحدتنا هي ربوع من بلادي. سنتعلم اليوم بإذن الله يا صغاري قراءة النشيد، قراءة صحيحة خالية من الأخطاء، وأنا متأكدة بأن الجميع يستطيع قراءة النشيد قراءة صحيحة خالية من الأخطاء. أيضا معرفة مفردات النص، وأيضا التعرف على الظواهر الصوتية. صغاري الرائعين والمبدعين، ما المقصود بالظواهر الصوتية؟ ما المقصود بالظواهر الصوتية؟ أحسنتم، هي أل شمسية وصديقتها أل قمرية. أحسنتم، قلنا أن أل الشمسية ما بها؟ تكتب ولا تنطق، أحسنتم، وأل القمرية تكتب وتنطق، أحسنتم أيضا. الأصدقاء الثلاثة من هم؟ المدود، أحسنتم، مد بالألف صديقتها الفتحة، مد بالواو صديقتها الضمة، ومد بالياء صديقتها الكسرة. وقلنا حتى أقول أن الكلمة تحتوي على حرف مد يجب أن تكون حروف المد ما بها؟ مجردة من الحركات، أحسنتم يا رائعين. أيضا الشدة، وقلنا أصل الشدة حرفان اثنان، حرف ساكن وحرف متحرك، التقوا سويا فأصبحت حركتهم الشدة. وأيضا
التاء المربوطة إما تكون متصلة أو منفصلة، وأيضا التاء المفتوحة تفتح يديها الجميلة. أحسنتم يا رائعين. ماذا سنفعل يا معلمتي؟ أولا صغاري نجلس صحيحة، أحضر كتابي وقلمي، أستمع إلى معلمتي، بعد ذلك ترديد النشيد. هيا صغاري مستعدون؟ هيا بنا ننطلق. الآن صغاري الرائعين، مكوننا لهذا اليوم هو النشيد بعنوان يا بلادي، بعنوان يا بلادي. صغاري الرائعين، أريد منكم إحضار كاميرا الهاتف المحمول أو الآيباد مباشرة هنا على البركات ينقلني إلى مكون النشيد. الآن صغاري أريد منكم جلسة صحيحة. هيا صغاري، أذن تسمع وفم مغلق، نستمع إلى النشيد، هيا بنا. يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، من لدن ربي هدية، فيك بيت الله تهفو نحوه النفس الزكية. يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، فيك روضة حسان وبساتين بهي، فيك أشجار وزهر ورياحين شذية وطيور شادية بأغانيها الشجية. فيك زرع فيك ماء ورمال ذهبية، وكنوز في الصحاري عميرات وغنية. يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، من لدن ربي هدية، من لدن ربي هدية. إذن صغاري الرائعين، الآن نستمع إلى النشيد مرة أخرى، هيا بنا. يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، من لدن ربي هدية، فيك بيت الله تهفو نحوه النفس الزكية. يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، فيك روضة حسان وبساتين بهي، فيك أشجار وزهر ورياحين شذية وطيور شادية بأغانيها الشجية. فيك زرع فيك ماء ورمال ذهبية، وكنوز في الصحاري عميرات وغنية. يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، من لدن ربي هدية، في بيت الله تهفو نحوه النفس الزكية. أنت عندي من لدن ربي هدية، من لدن ربي هدية، من لدن ربي هدية. يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، من لدن ربي هدية، فيك بيت الله تهفو نحوه النفس الزكية. يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، فيك روضة حسان وبساتين بهي، فيك أشجار وزهر ورياحين شذية وطيور شادية بأغانيها الشجية. فيك زرع فيك ماء ورمال ذهبية، وكنوز في الصحاري عميرات وغنية. يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، من لدن ربي هدية، في بيت الله تهفو نحوه النفس الزكية. يا بلادي أنت عندي من لدن
إذن صغاري الرائعين والمبدعين، الآن انتهينا من استماع إلى النشيد، الآن صغاري أريد منكم جلسة صحيحة، هيا بنا. معلمتي تقرأ، أستمع إلى قراءة معلمتي، هيا بنا. يا بلادي، يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، فيك بيت الله تهفو نحوه النفس الزكية، فيك روضة حسان وبساتين بهية، فيك أشجار وزهر ورياحين شذية، وطيور شاديات بأغانيها الشجية، فيك زرع فيك ماء ورمال ذهبية، وكنوز في الصحاري عامرات وغنية. يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية. الآن صغاري، بعد أن استمعنا إلى قراءة المعلمة، صغاري الرائعين، معجمي الصغير، ما معنى لدن؟ عندما قال يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، ما معنى لدن؟ أي أحسنتم، عند، أي عند. فيك بيت الله تهفو، ما معنى تهفو؟ عندما قال فيك بيت الله تهفو نحوه النفس الزكية، تهفو أي تميل وتشتاق، أحسنتم يا رائعين. بهية، عندما قال فيك روضات حسان وبساتين بهية، ما معنى بهية؟ أي جميلة، أحسنتم. الشجية، عندما قال وطيور شاديات بأغانيها الشجية، ما معنى الشجية؟ أحسنتم، أي الرقيقة الناعمة. إذن معجمي الصغير، معنى لدن عند، تحفو تميل وتشتاق، بهية جميلة، الشجية أي الرقيقة الناعمة. الآن صغاري رائعين، أريد منكم الاستماع مرة أخرى إلى النشيد، هيا بنا. صغاري نستمع إلى النشيد ونردد النشيد، هيا بنا. بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، من لدن ربي هدية، فيك بيت الله تهفو نحوه النفس الزكية. يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، فيك روضة حسان وبساتين بهية، فيك أشجار وزهر ورياحين شذية، وطيور شادية بأغانيها الشجية، فيك زرع فيك ماء ورمال ذهبية، وكنوز في الصحاري عامرات وغنية. يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، من لدن ربي هدية، من لدن ربي هدية. يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، من لدن ربي هدية، فيك بيت الله تهفو نحوه النفس الزكية. يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، فيك روضة حسان وبساتين بهية، فيك أشجار وزهر ورياحين شذية، وطيور شادية بأغانيها الشجية، فيك زرع فيك ماء ورمال ذهبية، وكنوز في الصحاري عامرات وغنية. يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، من لدن ربي هدية، في بيت الله تهفو نحوه النفس الزكية. أنت عندي من لدن ربي هدية، من لدن ربي هدية.
إذن صغاري رائعين والمبدعين، الآن انتهينا من استماع النشيد وترديد النشيد. صغاري رائعين، الآن أريد منكم أن نستخرج سوياً الظواهر الصوتية. صغاري أريد الآن تمسكون الأقلام والبحث عن أكبر عدد من الكلمات التي تحتوي على تنوين بالضم. هيا صغاري، سأعطيكم دقيقة واحدة للبحث، يبدأ الوقت. إذن صغاري انتهى الوقت، أين الكلمات التي تحتوي على تنوين بالضم؟ أحسنتم، روضات هنا تنوين بالضم، أيضا حسان أحسنتم يا رائعين، أيضا أشجار أحسنتم، زهور أحسنتم يا رائعين، أيضا طيور أحسنتم، شاديات أحسنتم يا رائعين، أيضا زرع، ماء أحسنتم، وأيضا كنوز، عامرات أحسنتم يا رائعين. إذن الآن صغاري أريد منكم البحث عن أكبر عدد من الكلمات التي تحتوي على مد بالألف. هيا صغاري نمسك الأقلام ونبدأ البحث، دقيقة واحدة يبدأ الوقت. إذن صغاري الرائعين والمبدعين انتهى الوقت، أين الكلمات التي تحتوي على مد بالألف؟ أحسنتم يا، أيضا بلادي أحسنتم يا رائعين، أيضا روضات أحسنتم، أيضا حسان أحسنتم، بساتين أحسنتم يا رائعين، أشجار أحسنتم، رياحين أحسنتم يا رائعين. نكمل، شاديات هنا مد بالألف، أيضا هنا مد بالألف، بأغانيها أحسنتم، هنا مد بالألف وهنا أيضا مد بالألف،
ماء أحسنتم، رمال عامرات، هنا مد بالألف، أيضا هنا مد بالألف. أيضا الصحاري أحسنتم. الآن صغاري الرائعين المبدعين، أريد منكم البحث عن أكبر عدد من الكلمات التي تحتوي على مد بالياء. هيا صغاري دقيقة يبدأ الوقت. إذن صغاري رائعين والمبدعين انتهى الوقت. الآن صغاري أريد كلمات تحتوي على مد بالياء. أحسنتم، هنا بلادي، أيضا عندي أحسنتم، أيضا فيكي أحسنتم يا رائعين، أيضا هنا فيكي أحسنتم، رياحين أحسنتم يا رائعين، أيضا يا صغاري فيك أحسنتم، وأيضا عندي، أيضا هنا بلادي أحسنتم يا رائعين. الآن صغاري أريد كلمات تحتوي على مد بالواو. هيا بنا نبحث سويا. مد بالواو، تحفو أحسنتم، أيضا مد بالواو، طيور أحسنتم، هنا مد بالواو، أيضا كنوز أحسنتم يا رائعين. إذن صغاري الرائعين والمبدعين نكتفي بهذا القدر. صغاري الآن أريد منكم جلسة صحيحة، هيا بنا نجلس جلسة صحيحة، نستمع إلى النشيد ونردد النشيد، هيا بنا. بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، فيك بيت الله تهفو نحوه النفس الزكية. يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، فيك روضة حسان وبساتين بهي، فيك أشجار وزهر ورياحين شذية وطيور شادية بأغانيها الشجية، فيك زرع فيك ماء ورمال ذهبية وكنوز في الصحاري عامرات وغنية. يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، من لدن ربي هدية، في بيت الله تهفو نحوه النفس الزكية. بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، من لدن ربي هدية، فيك بيت الله تهفو نحوه النفس الزكية. يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، فيك روضة حسان وبساتين بهي، فيك أشجار وطيور شادية بأغانيها الشجية، فيك زرع فيك ماء ورمال ذهبية وكنوز في الصحاري عامرات وغنية. يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية، يا بلادي أنت عندي
إذن صغاري الرائعين والمبدعين، انتهينا الآن من ترديد النشيد والاستماع إلى النشيد. إلى هنا صغاري الرائعين والمبدعين، وصلنا إلى ختام رحلتنا الممتعة. صغاري الرائعين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكل شوق بإذن الله لألقاكم في حصص قادمة. معلمتكم رناد عبد الرحمن الطيمي.